السلام عليكم حبايبي، بكم قناتكم قناه عالم جمال موضه مع فاطمه. الموضوع ديال اليوم غنهضروا على التحاليل او ما يسمى بالقويلبات باللهجه المغربيه. هاد القويلبات او التحاميل غادي نهضروا على الايجابيات ديالهم، على السلبيات ديالهم، على الاضرار ديالهم، كيفيه الاستعمال، الوقت اللي غنستعملوا فيه هاد التحاميل لان كتكون عندهم واحد المده معينه، والوقت اللي ما خصناش نستعملوهم، وشكون الناس اللي يقدروا يستعملوهم وشكون الناس اللي ما يقدروش استعملوهم. هذا الموضوع علاش كاع درتو؟ لان بدا كيجيني تساؤلات بزاف حول هاد التحاميل او القلبات اللي كنقول لهم بالدارجه، الناس اللي باغين او البنات اللي باغين يكبروا المؤخره ديالهم. هاد التساؤلات جاوني بزاف الحقيقه، كل حاجه كنجاوبها قلت علاش ما نديرش هاد الفيديو، وغادي نجاوب كلشي وكلشي غادي نفهموا على حقيقه ديال هاد التحاميل او ما يسمى بالقلبات. التحاميل او القويلبات اللي كيديروا العيالات او البنات باش يكبروا المؤخره، وهي هادو، كاين هذا ايدول، كاين فولتارين، كاين اندو فارم، كاين فيلدين، كاين بزاف 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 ديال هاد التحاليل. هادو العيالات ولاو هاد الظاهره مؤخرا، ولاو الناس كيديروهم بزاف. هادو حقيقه اش كيداروا؟ هادو كيديروهم الناس اللي كيضرهم الظهر ديالهم، اللي عندهم الالم في المفاصل، اللي كيضرهم عظامهم، اللي ضربهم البرد والسكوانسه، وكيتعطاو تحت اشراف طبي، او كتقدي تجي الصيدليه ديالك وكتقول لهم فوالا عطاني ظهري، او هزت شي حاجه ثقيله، او تلوالي شي كتاف او شي حاجه بحال هكا، كيعطيوك هاد التحاميل. اصلا انا كنكونسيوهم بزاف لانهم هادو بزاف تري افيكاس، يعني كي كنقولوا دقة بطله. ولكن الكيفيه باش كنستعملوا هاد التحاميل، هادو كنعطيو كنقولوا للمريض انه ياخذ وحده من الليل مده 3 ايام 4 ايام 5 ايام كاع صافي ويحبس. او فاش كتكون تحت اشراف طبي كيزيدك شي ميديكامون شي دوايات اخرين معاهم، وتا هو ما كيفوتش ليك ديك 10 ايام وكيقول لك حبسي. علاش؟ لان هادو كيف هما عندهم ايجابيات، انك كتبري بهم دغيا، يعني ما كيبقاش عندك داك الالم ديال المفاصل ولا داك الثقل كي هزيتي ظهرك كيضرك ما كيبقاش، كتولي تحسي براسك مزيانه، ولكن في ظرف كي قلنا 5 ايام حتى 10 ايام. ولكن الا تجاوزنا هاد المده، الا تجاوزنا هاد المده، وشكون اللي كيتجاوز هاد المده؟ اللي كيتجاوز هاد المده هما النساء والبنات اللي باغين يكبروا المؤخره ديالهم. هي في الحقيقه ماشي كيكبروا، هي غير كينفخوا، لان الا جبتي الورقه الدخلانيه وقريتيها، يعني لا نوتيس وقريتيها، كتلقاي بان هادو الا استعملناهم واحد المده طويله كينفخوا لنا الوجه، كينفخوا لنا العنق، وكينفخوا لنا حتى المؤخره، ولكن غير نفخ وماشي غلط، وكيبقى داكشي على صح، يعني اون فوا كتقطعيهم داكشي كيتفش. ياك هادشي اللي بغيت نوصل لكم في هاد لا فيديو، راه ديروهم راه غتغلطوا بهم، ولكن واحد المده 20 يوم وهذا كتقطعيهم كتعشي كيف ما كنتي. الوجه كيكون من الفوق كيتفش، العنق حتى هو كيكون تبارك الله من الفوق كيتفش، المؤخره حتى هي كتكون منفوخه وكتفش. هذا كي قلت لكم الاضرار ديالو اكثر من الايجابيات ديالو، يعني داكشي اش كنقول لكم 5 ايام 10 ايام. وانت لا بغيتي تكبري المؤخره ديالك او الوجه كينفخ هذا، راه كيخصك واحد 3 شهور 4 شهور، ولا تبعتي هذا 3 شهور 4 شهور اشنو كيطرى؟ كيتزادوا عندك الدقه ديال القلب، تقدر تكون عندك نوبه قلبيه، كيقدر تجيك سكسه قلبيه. وهادشي ما كنقولوش من فراغ، هزوا الورقه وقراو الداخل ديالو. فهمت؟ هذا ما يسمى بهاد التحاميل. كاين واحد الماركه اخرى كيبيعوها لكم في مواقع التواصل الاجتماعي، انا اش كنقول لكم داكشي ما تشريوش. هادو كيكونوا معقمين، وشوفوا شنو كيطرى. هادو كيصيبوهم في الديور، باش عرفتي معقم، باش عرفتي غاسله يديها، باش عرفتي داك المكون الداخلي. انا تلاقيت واحد الخدمه مع السيده وجبت التحاميل، قالت لي هادو فاطمه راه كيغلطوا شوفيهم ليا، كنحل البواطه هكا ما فيها ورقه، ما فيها مكونات ديالو، ما فيها. قلت لها اختي بشحال باش خديتي هاد القلبات؟ قالت لي 150 درهم. قلت لها واش كتعرف اش كتقولي؟ قالت لي 150 درهم، ولكن قالت لي كنقي الوالده كنفخو كيديرو كيديرو. قلت لها اختي كتغامري بصحتك، هكا قلت لها، قلت لها كتغامري بصحتك، لان هذوك القلبات اللي كيبيعوكم في التواصل الاجتماعي شنو كيديرو؟ راه كتمرضو بهم النصران.
كاين اللي كتوصل ليه السر، لان الصرا ديالها كتقطعو فهمت، كيولي عندها داك مرض الدخان، يعني خويا ديك الكويبات عمر الله باش معمراهم، وانتي كتشدي كتخشي كتخشي يوميا 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 باش تغلاضي، وفي نفس الوقت انت راه ما عارفاش اش كديري صحتك، راه كتهلكيها. شوفي هادو لي دواء ومعقمين كلشي، وها الاضرار اللي قلت لكم اللي كيديروا البنات ديالنا. وحسك انا نشد شي وحدي عطاتهم لي واحد السيده ما كنعرفها ما والو، قالت كتبيعهم ولا شي شاب كيصيبهم ولا شي شركه مع داكشي ديال الطبي ديال البيو، يا ماشي طبيه كيديروهم، كتجيبيهم انت وكتشري بالثمن. هادو راه شحال دايرين، هادو دايرين 20 درهم، الاخرين راه دايرين زباب ديال الفلوس وما عرفاش شنو فيهم، وكديريهم وبالتالي كتر صحتك. بالنقص باش نغلط، انا كنهضر معكم بعفيه في هاد لا فيديو، بالنقص نغلط بقى غير بصحتي رقيقه، هذا بركه عليا ولا ندير هادشي، هادشي راه مرض. لا هادو كنهضر لكم، لا هادو ولا هداك الشيء الاخر اللي كتشريوه. كاع بغيتي تغلاضي تغلاضي عندك شويه الفلوس، سيري اختي ديري الفيلر عمري كيف ما بغيتي، وسيري ما تخافي حتى شي حاجه، راه ما عندو حتى شي ضرر هذاك، لان الفيلر فاش كيسالي بوحدو كيدوب وكيمشي فهمتي. هادوك اللي كتشوفيهم عندهم المؤخره وما عندهمش الكرش، هادوك راه كيكذبوا عليكم، هادوك راه دايرين غير الفيلر. تكذب هذيك الكذابه اللي تقول لك درت التحاميل وما خرجتش الكرش وعندك المؤخره كثيره، فهمتي، هادوك راه كيديروا الفيلر، دوك الشوكات كبار ديال الفيلر اللي مخاصي بلي فاس ديالهم. عندك فلوس سيري اختي ديري هادو، ما عندكش كمشي وما ديريش هادشي، هادشي طامر. شحال هادي راه كانوا وحدين سميتهم سيوفيلين خضرين، هادوك كانوا كيديرهم بزاف الصحراء وهم اللي كانوا كيديروهم، حتى هما مضرين، حتى هما كينفخو ماشي ما كينفخوش، هادوك اصلا كيصلحو الناس ديال الثقه، الناس ديال الثقه الادويه ديالهم راه معروفه بانها كتغلط. راه دابا ندير لكم لا فيديو على داك بيتاسين والسيليستين وديكادرون، هادو كلهم تما غنهضر لكم على المنافع ديالهم على الاضرار ديالهم وشنو كيديروا الناس فهمت. هادو فاش كتكثريهم راه كتولي عندك واحد الضياع في الكرشي ديالك فهمت. هادو كنقول لكم الناس اللي مرض ايه استعملوهم، كنتي غتستعملي واحد شهر ولا شهرين تحت اشراف طبي الا كنتي مريضه، اما الا كنتي بغيتي تخسري المؤخره داكشي انا نصيحه لله ما ديريهمش فهمت. كنتمنى هاد لا فيديو يوصلكم، بارطاجيو باش تسعوا من الفائده، ماشي اي حاجه عطوها لكم الناس ديروها. راه الامراض الله يستر ولات كثيره، راه ولينا كل نهار كنسمعوا مرض على مرض على مرض. حافظوا على صحتكم قدر الامكان، قدر الامكان حافظي على صحتك، عطاك ربي صحتك حافظي عليها، كولي شربي خدي لي فيتامينات، بزاف ديال لي فيديوهات كنديرهم لكم، وداك الشيء بشويه بشويه ولا نضر راسي بهذا الشيء. تجيني شي نهار سكته قلبيه، تبقى القلب هكا كيضروك، واحد النهار غادي تطيحي كاع، يلا شنو غادي يهزك فهمت. مهم انا كنوجه لكم رساله، عافاكم عافاكم عافاكم، بعدوا على هذا الشيء، بعدوا على داك مواصل التواصل الاجتماعي اللي كيبيعوا لكم الوهم، راه داك الشيء كله وهم. غادي يطلع واحد تقول لي فاطمه كتكذبي علينا، راه ما كنكذبش عليكم، راه الناس عارفيني، كاين كاين ما كاينش ما كاينش. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم كالعاده، بارطاجيو بارطاجيو باش تعم الفائده على الجميع. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.